جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال عليه الصلاة والسلام: الولد وما يملك لأبيه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. اتخذ معظم الآباء هذا الحديث شعارا لهم، وجعل هذا الحديث إذانا له بأخذ مال ولده، وخاصة البنات، كرها وزورا، مع أن الوالد يكون في حال ميسورة جدا، ولربما يكون لا يصرف على هذه البنت أيضا، بل تصرف على نفسها من مرتبها الذي يأخذ الوالد معظمه. فهل هذا الحديث يبيح للوالد ذلك؟ وهل هذا الحديث يشمل البنت أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال صلى الله عليه وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يأخذ من مال والده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. أما إذا بلغ الحال إلى الإضرار بالولد فإن هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا قال العلماء: للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، يعني ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، وهذا يشمل الذكور والإناث. نعم، أي الأبناء والبنين. طيب. أي الأبناء والبنات. طيب. نعم.